كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حد تومة، الكنيسة بتعتبر حد تومة اللي هو تامن يوم أو أول حد بعد حد القيامة، وتامن يوم من القيامة بتعتبر عيد سيدي صغير. عيد سيدي صغير، عيد سيدي يعني مرتبط بالسيد المسيح، وصغير لأنه مش مرتبط ارتباط مباشر بالخلاص. لكن الحقيقة أنه الجميل في عيد في حد تومة انه اكتر حته يعني بتاثر فيا لما توما كانش مع التلاميذ، لما المسيح جه وفرح التلاميذ ازرقوا الرب وقال لهم سلام لكم، كانش معاهم لسبب او لاخر. وبعدين لما جالهم بعد كده، لما كان موجود، لما رجع يعني وسال وقالوا له ان المسيح ظهر، فقال لهم اذا ما حطيتش ايديا في مكان المسامير مش هصدق في مكان الجراحات. وجاله المسيح واداله انه يحط ايديه في مكان المسامير. اكتر حته بقول بتاثر فيا فكره لما قال ربي والهي، انه في اللحظه دي اختبر مين ربنا واختبر هو مين بالنسبه له. حس الحكايه ديت مهمه وكبيره ليه؟ لان الحقيقه كتير قوي الواحد يتكلم مع ناس. لسه قريب كنت بتكلم مع حد في مصر، كل حد عنده موضوع. غالبا الناس مش بتتكلم ابونا غير لما في موضوع، يعني مش سهل مش كده. ف احيان كتير ممكن ندي راي، ممكن نصلي، لكن احيان كتير بنبقى اكتر حاجه محتاجينها ان ربنا يورينا هو عايز ايه، ان ربنا يورينا مشيئته، يورينا ذاته، يورينا نفسه. زي ما ظهر لتوما كده وتوما قال له ربي وإلهي، مشكلتنا ان احنا مؤمنين بالمسيح، ولكن نفسنا نشوف مش نشوفه يعني بالجسد بشكل مادي، لكن نفسنا انه الرؤية تبقى اوضح، نفسنا ناخد الخبرة بتاعت توما. عايز اتكلم فيه النهاردة، طب ليه او ازاي، يعني ايه اللي عطلنا وايه اللي مش بيخلينا عارفين نشوف هذه الرؤيه. ومن ناحيه تانية لما نتغلب على المعطلات ديت، ازاي نشوف ربنا باكثر وضوح في حياتنا، نشوفه يعني باختبار، مش مجرد كده سمعت عنه. عارف لما المثل اللي يقول لك تعرف فلان، قال لك اعرفه، عاشرته، لا ما عاشرتوش، يبقى ايه تعرفوش. ف فكرة العشرة والمعرفة دي أول حاجة تخلينا نشوف ربنا قوي، إن إحنا نخضع له. عايزين نشوف ربنا بوضوح نعمل إيه؟ نخضع له. يعني إيه نخضع له؟ نخضع له يعني نرضى بكل شيء ربنا يديهولنا، كل شيء نرضى بكل شيء ربنا يديهولنا. ده مش معناه إني ما عملش حاجة، بالعكس اعمل كل اللي اقدر عليه في اي حاجه وفي كل حاجه، ولكن في الاخر انا راضي تماما باللي ربنا هيديهوني، خضوع كامل. احنا دايما بنفلفص، دايما بن عارف لما مثلا عايز تخلي ابنك يعمل حاجه، هو عمال طفل صغير وعمال يفرك يتحرك، فتقوله اعمل كذا. هي بس نفس الفكره، انه أول حاجة عشان نشوف ربنا بوضوح، نختبر حضوره في حياتنا، نحس أنه موجود، وحس أنه شخص حي جنبي ومعايا، مش مجرد فكرة أنا مصدق فيها، لا ده شخص أنا بعرفه. المحتاجة أول حاجة الخضوع الكامل. الحاجة التانية لازم نعرف أن ربنا قريب قوي مننا، أقرب مما نتخيل. يعني كتير احنا نقول ايه، نفسي اقرب من ربنا. الكلمه دي معناها ايه؟ ان ربنا بعيد وانا عايز ايه اتحرك ناحيته. لا لا لا، مش محتاج كده. هو الحقيقه انه ربنا قريب قوي، الحقيقه هو جوايا، بس انا اللي عامل ايه، باصص بره، انا اللي باصص بعيد. عارفين لما دماغنا تبقى مقلوبه وتدور على نظارتك ولا المفاتيح وهي في ايدك؟ حصل معانا كل ده
ايه ده دماغي مقلوبه هي كده، وربنا قريب بس احنا دماغنا مقلوبه، دماغنا مقلوبه فربنا قريب قوي، احنا بس محتاجين نبعد عن الحاجات اللي ايه عماله واخده دماغنا وافكارنا وقلوبنا، فمش حاسين بيه. محتاجين نبعد عن الحاجات اللي بتعطلنا. عشان كده محاسبه النفس امر مهم قوي. الانسان يحاسب نفسه، ايه اللي واخد تفكيره، ايه اللي شغله، ايه اللي بيفكر فيه. كل ما يهدى، كل ما يبقاش وراه حاجه بيفكر في ايه. دي طريقه ممكن اعرف بيها انا ايه اللي شغلني، يعني عايز اعرف ايه اللي شغلني، اشوف لما اهدى افكر في ايه. دي غالبا الحاجه اللي شغلاني، دي غالبا الحاجه اللي شغلاني. والحقيقه يا ريتها ما تكونش حاجه بعيده عن ربنا او تعطلني عن ربنا. الحاجه الثانيه انه لازم اعرف ان كل حاجه كويسه فيا هي منه، كل حاجه فينا هي من ربنا، منه بس. عشان كده كل ما الانسان ينسب اي نجاح في خدمه، في شغل، في عمل، في اي شيء، في اسره، اي نجاح واي حاجه بحققها لازم انسبها ليه، لان الحقيقه هي منه. ايه شطارتي، ذكائي، كله من ربنا مش من عندي. حتى لو انا فعلا شاطر، حتى لو انا فعلا اذكى من اللي حواليا، مين اللي اداني ده؟ فانسب لربنا. كل ما انسب لربنا كل ما ايه يوضح في حياتي، كل ما انسب لنفسي كل ما انعزل عنه، كل ما انعزل عنه. الفكره اللي كنت بتكلم معاكم فيها في اسبوع الالام، انه كل ما الانسان يفكر في نفسه كل ما ربنا ايه يبقى غايب عن الايه، يبقى غايب عن الصوره. قديس انطونيوس، واسف، واحد من الاباء الذي يعتبروا تلاميذ القديس انطونيوس، بيتكلم عن النفس البشريه، بيتكلم عنها انها زي الريشه. سهل قوي ان الريشه ايه الهوى ايه يرفعها، لكن امتى ما تعلاش؟ لما تبقى مبلوله، لما تبقى متوسخه، ما تعرفش تعلى. ليه؟ لانه متعلق بيها حاجه تقيله. النفس البشريه سهل قوي تلاقي ربنا، شكوتنا مش شكوى حقيقيه، ربنا مش بعيد، ربنا مش بعيد، ربنا ظهر لتلاميذه وبيظهر لنا، بيظهر لنا. بقدر ارجع تاني اقول مش بشكل مادي، لكن قريب قوي. ليه مش حاسين؟ ليه مش شايفين؟ لانه زي ما بيقول النفس زي الريشه، فالريشه لما تبقى مبلوله زي ما بيقول ميه ولا 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 فيها شوائب ولا علقت بيها اي حاجات مثلا توسخها، ما تعلاش، تفضل ايه، تفضل في الارض، تفضل في الارض. الواحد من الاباء السوريان اسمه الشيخ الروحاني او ماريو حنا سابا، بيقول حاجه لطيفه قوي، بيقول انه الحياه جواك، لو ربنا جواك الحياه جواك، لو انت مشغول بالدنيا فبقت الحياه بره وانت عايش في الايه، في الموت. احنا محتاجين نكتشف ربنا في داخلنا، مش محتاجين ندور عليه بعيد. قديس اغسطينوس لما بدا رحله رجوعه لربنا ابتدى يقول بدور عليك في كل مكان. وبالمناسبه في خلال الرحله كان بيقول له يا رب انا بحبك بس لسه بحب الخطيه اكتر منك. كان جميل في انه ايه، انه بيتكلم بصراحه ووضوح، مش بيجمل، مش بيزوق، بيقول يا رب بحبك بس بحب الخطيه اكتر منك، لسه بحبها اكتر منك. ومن خلاصاته، خلاصه يعني تجربه رجوعه لربنا، كان بيقول ان انا قعدت ادور على ربنا في كل مكان، وفي الاخر اكتشفت انه فين، انه جوايا، انه في داخلي، انه قريب قوي، انه جوه 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 ال 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 النفس نفسها، جوه النفس نفسها. عشان كده بقول لكم انه ربنا موجود وقريب. الشر حتى، الشر شيء دخيل. قديس مكاريوس بيقول انه الشر شيء دخيل على الانسان، شيء دخيل على الانسان. تخيلوا كده حد مثلا اكل مش نظيف، بيحصل له ايه؟ يبتدي يفومت، يبتدي يتقيأ، يبتدي يطرد، جسم يطرد. بس تخيلوا لو واحد هو الانسان صحته كويسه خالص وجسمه بيأدي كويس، الا لما ياخد حاجه غريبه وحشه يتلخبط. بس تخيلوا بقى لو الشخص دوت فضل يعني تقيأ ورجع تاني ياكل نفس الاكل، ويتقيأ ويرجع تاني ياكل نفس الاكل، هيفضل هي حاجه غريبه عليه، مش من جواه. احنا طبيعتنا اصابها الفساد، لكن اصلها مش شرير. لكن الشر بيجي منين؟
بيدخل لما بننفتح على الدنيا، والحالة عمال يضغط بكل أنواع الشر، المادة والماديات والفلوس والنجاسة والكذب والذات والأنانية، كل دوت عمال يضغط بينا. لو احنا مفتوحين على ده هنفضل عاملين زي الشخص اللي عمال يأكل أكل مش ضيف، فيأكل مش عارف يستفيد من الأكل، جسمه كويس، هو مشكلته انه عمال ايه معرض نفسه لايه، لأكل ايه، لأكل مش نظيف. عايز اختم معاكم ببعض اقوال للاباء، وقالها بالاكتر واحد من اسمه ماري اسحاق السورياني، فبيكلم برضو عن فكرة ازاي النفس تتحرر من التعلقات الارضية علشان تشوف ربنا. فبيقول، هقول لكم كده كام قول بس لطاف قوي، بيقول ايه، بيقول النفس المحبة للأشياء الجديدة لا تشبع، فهي تبسط قلوعها لكل ريح. يعني ايه؟ الانسان لما يحب الجديد يدور ورا الجديد ورا الجديد، مش واخدين بالكم احنا بيحصل ايه في الدنيا؟ كله دايما جديد، في احدث، في احسن، في احدث، ولا فارق العربية دي مش عارف احدث فيها، مش عارف اصلي فيها ايه، تكتشف كلها حاجات بيضحكوا بيها الناس، واحنا بضحك علينا، كلنا بضحك علينا، حاجات شكلية، والتليفون الاحدث والمش عارف ايه احدث دايما، فنجري ورا الجديد ورا الجديد ورا الجديد، والعالم عمال يلففنا في ساقية. النفس المحبة الاشياء الجديدة لا تشبع، فهي تبسط قلوعها لكل ريح. يعني ايه؟ بيشبهها زي المركب اللي بيفرد الشراع عشان ايه الهواء يوديه مطرح اتجاه الهواء، بس الهواء بياخدنا فين؟ بياخدنا لاتجاه بعيد عن ربنا. عشان كده بولس الرسول يقول لا تكونوا محمولين بكل ريح ايه، بكل ريح تعليم، ما تروحوش في اي حته، انتوا عارفين رايحين في سكتكم فين. برضو يقول ايه، يقول لا يكن يا احبائي هم شيء من امور العالم حاجزا بيننا وبين الله، فاذا تركنا همومنا يتنقى فكرنا في الصلاه. من اجل هذا امرنا السيد له المجد بالتجرد من العالم ومما فيه، والتمسك بالمسكنه والفقر والابتعاد عن كل هم، حتى يتحرر عقلنا من كل شيء وتخلو افكارنا من العالم، فنشتاق الى الحديث الدائم مع الله والاهتمام به. مش عارفين نحس بربنا، مش عشان ربنا بعيد، عشان احنا اللي دماغنا بعيده، احنا مغرقانين في حاجات كتير فمشغولين عنه. فلما نيجي نصلي، عارف لما حد ما شفتوش من زمان قوي فتقعد معاه، بتحبه بس في نفس الوقت مفيش حديث مشترك، مفيش حاجه دايره، لكن اللي بتشوفه على طول انت متابع حصل ايه النهارده امبارح النهارده بكره، فانت متابع كل حاجه بتحصل. لكن لو حد انا مشغول وبعدين اجي اقف قصاده لاقي الصلاه، اقول بنشتكي ان الصلاه فتره لان احنا مشغولين، فتره لان احنا مشغولين. بيقول برضو ايه، بيقول لا تظن ان اقتناء الفضه والذهب فقط هو حب القنيه، بل كل ما تتعلق ارادتك بشهوته. الموضوع مش مجرد ان اقتني شيء هو دوت حب القنيه او حب الاقتناء، انما اي حاجه الانسان ارادته تتعلق بيها. الانسان ما يتعلقش بشيء يبقى دايما مستعد انه ايه يروح السماء. دايما يجي في ذهني الناس الشهداء اللي اتخذوا ولادهم منهم، وارجع تاني اقول احنا ما بنقولش قصص من القرن الرابع، بنقول قصص لناس قريبين مننا وفي احداث يمكن لينا بشكل او باخر اتصال بناس كانوا في هذه الاحداث، ونلاقي انه الناس يقول لك اللي مثلا ابنه ولا بنته راحت منه ويقول احنا عنينا على السماء، مفيش شيء، حتى اولادنا مش متعلقين بيهم تعلق بشري، ولكننا بنربيهم للسماء. وشفنا ناس بقول يوم ما واحده بنتها تروح من جنبها فتقول احنا كنا بنربيها علشان اللي تروح السماء. برضه يقول ايه، يقول لا تتضرع الى الله ان يجود عليك باحساس غرض الروح واشتياقه. يعني ايه غرض الروح واشتياقه؟ صلي ان ربنا يديك انك انت اشتياقاتك تبقى ليه بس، قول له يا رب انا عايز اشتاق لك انت بس. احنا بنصلي الحاجات كتير قوي، شغل ونجاح وعيال وجنسيه ومش عارف وايه، بنصلي الحاجات كتير قوي، محتاجين ان احنا نصلي نقول له يا رب عايزينك انت. تخيل كده انه انت حد بتحبه فجبت له هديه،
فقال لك انت هديتي. يا حاجه كبيره قوي. تخيل ان حد مش عايز منك غير الهديه، يعني هتجيب ايه؟ ها دي اللي قدرت عليه، دي اخرك يعني، ما انت تقدر تجيب احسن من كده. فانا بقيت بالنسبه له ايه؟ الهديه اللي جايبها. لكن تخيل لو حد انا اجيب له هديه كبيره ويقول لي انا انت هديتي، زوج ولا زوجته، اب ام اولاد، تخيلوا لو ديت تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي. نفسنا طلبتنا من ربنا تبقى عايزينك انت، مش عايزين حاجه تانية، عايزينك انت، عايزينك انت. تضرع الى الله ان يجود عليك باحساس غرض الروح واشتياقه، لانهما متى وفد الى النفس حينئذ يبتعد منك العالم وانت تتخلف منه. انت تبعد عن العالم وايه؟ والعالم يبعد عنك. الذي به قد صلب العالم لي وانا للايه؟ للعالم. يعني ايه الصليب؟ انا صلب العالم، الذي به صلب العالم لي وانا للعالم. يعني ايه؟ يعني العالم ميت بالنسبه لي وانا ميت بالنسبه للعالم، يعني انا ميت بالنسبه للعالم والعالم ميت بالنسبه لي. اخر حاجه يقول ايه؟ الحركه الاولى التي يسكبها الله في قلب الانسان المتقدم اليه هي التهاون بالعالم. يعني عشان الانسان يبتدي يدوق ربنا لازم ايه؟ العالم يصغر قدامه، العالم يصغر قدامه. خلوا بالكم، انا عارف انكم تقولوا ايه الكلام ده، كلام رهباني صح، ولكنه مش مقصود بيه ان الانسان يعني مش بتاع رهبان بس، لكن فكرته ايه؟ ان اتعامل مع امور الحياه كاحتياجات، كاحتياجات. لو تفتكروا برضو في اسبوع الاعلام على كان في اب يوناني اسمه الاب بايسيوس، كان بيتكلم عن الفضيله وعن الشهوات، فكان بيقول ايه؟ كان بيقول انه في فرق ما بين الشهوات والاحتياجات. محتاج اكل لكن مش محتاج اكل، مش محتاج اشتهي الاكل، محتاج اشتغل ومحتاج الفلوس، محتاج الفلوس ولازم ادبرها كويس. يعني اوعوا تفكروا ان الكلام ده كلام عكس بعضه، احنا محتاجين نشتغل ولو اقدر اعمل حاجه لاولادي احسن اعمل، لكن في نفس الوقت ما تبقاش هي حياتي، ما تبقاش قيمتي، وما هوش ده اللي بقدمه لاولادي. وعلى فكره يا مولاد ضاعوا وقالوا والاهالي يقول لك ده احنا عملنا لهم وسوينا لهم، كلهم بيقولوا كده، عملنا لهم وسوينا لهم صح، لانك افتكرت ان ده اللي بتديه لاولادك، لانك افتكرت انك بتدي لاولادك اللي مش عارف الدراسه وصرفت دفعت له كليته وجبت له مش عارف ايه وركبته ايه ولبسته ايه، لما ده هو راح وقال لك كنتش عايز منك ده. صدقوني صدقوني يا ما شفناها كده نسخه بتتكرر، لانه افتكرت ان انا بدي اولادي اشياء ماديه، لكن لو اديت انا مش بقول ما اعملش ده، ما اعملش ده، لانه لكن بعمله بحب حقيقي وبقدم لهم صورة تقوى، صورة المسيح، بقدم لهم صورة المسيح. عشان كده بيقول الحركة الأولى التي يسكبها الله في قلب الإنسان المتقدم إليه هي التهاون بالعالم، ومن هذه الحركة المباركة ينمو فيه كل عمل صالح. كل عمل صالح ينمو في الإنسان إزاي؟ ينمو لما إيه؟ لما الإنسان إيه؟ يبتدي يتهاون بالعالم. وكل ما الإنسان العالم يصغر في حياته كل ما إيه؟ ربنا يكبر ويوضح، كل ما ربنا يكبر ويوضح. كلام دوت محتاج خبره، ما اعرفش اشرحه لكم، ما اعرفش اشرحه لكم، بس محتاج نشتهي، نشتهي ان احنا نحب ربنا. بس ولو ان عندنا شويه علامات. ايه العلامات؟ ان عندنا في خبراتنا الشخصيه في علاقاتنا نفهم الحب، نفهم التقدير. يعني زي ما بقول لكم افهم كويس لو حد ما بيكلمنيش غير لما عايز مني حاجه. مش جربنا دي كتير؟ جربناها، تتعبنا وتضايقنا، وجربنا لحد اللي بيسأل علينا بحب، بيسأل بس. اللي بيجيب لي هدية هو بيقدم لي محبته، مش بيجيب لي حاجة يعني انت جملتني بكده وهجملك بقد كده، انا قيمتي كده وانت قيمتك كده، انت بتجيب بمية انا بجيب بخمسمية، لا لا لا، حد بيقول لي انا بحبك شخصية. فبقول ده نفسنا يبقى مستوى علاقتنا بربنا، خبرتنا مع علاقاتنا ما بيننا وبين بعض كبشر هي نموذج صغير لعلاقتنا مع ربنا. دايما اقول اكتر المجالات اللي ممكن الانسان يفهم فيها علاقتنا بربنا وعلاقتنا بيه كاولاد دي علاقتنا باولادنا. تفهمنا قوي، تفهمنا قوي لما نعيشها صح ونحب اولادنا، نبتدي نفهم يعني احنا اولاد ربنا. نفسنا نتعامل معاه كاب حقيقي، كاب حقيقي، نختبره وندوقه. لالهنا كل مجد وكرامه دايما. Hallelujah.